بعد تفاقم حدث الإصابة بفيروس كورونا، إطلاق حملة توعية بالتعاون والتنسيق ما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق للحد من هذه الإصابات، مما سبب بزيادة حالة الوفيات وبشكل يومي. فيروس كورونا المستجد هو فيروس للأسف الشديد ما له أي أسلوب للسيطرة عليه في الوقت الحالي غير أنه نشر الوعي بخصوص ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. وجودنا اليوم هون مع الأخوة من يومس من شريكنا الأساسي في هذا الموضوع لزيادة التوعية بهذا الخصوص، وإن شاء الله رح تستمر التوعية في الأيام القادمة والنشاطات رح تكون مستمرة. هدفنا نوصل هذه الرسالة ل 100% من الأشخاص بهدف أن يكون في التزام كامل وإن شاء الله مسيطر على هذا المرض في وقت قريب. النسب المعلنة تتصاعد يوما بعد يوم، ناهيك عن نسب الشفاء التي تسجل بنسب قليلة، وظهور المواطنين في الأماكن العامة الأكثرية منهم لن ينصاعوا للإجراءات الوقائية، وهذا ما يضر بمصلحة الجميع. الوضع الآن بإقليم وضع حرج، نحن لا طبعا لا يحسد عليه، عدد الإصابات اليومية في ازدياد مستمر، وبالتالي إذا ازدادت عدد الإصابات ممكن أن يزيد عدد حالات الحرجة والوفيات، وكل هذه الحملات لتقليل عدد الإصابات اليومية أكيد، وإذا قلل من حالة الإصابات اليومية أكيد نقلل من حالات الوفيات. تسجيل نسبة أعداد الوفيات تخطت حاجز 2000 حالة، وما زال الكثير يتجاهلون الفيروس اللعين، وصحة وحكومة الإقليم ترشد وتنبه بأخذ الحيطة والحذر للحد من تلك الجائحة. من أربيل، رياض الزبيدي، اليوم.